ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتعلم الحلقة الثانية في سلسلة الإنشاق المستوى الثاني. هنتعلم برضو من إنشاق المزدوج حركة تانية زي ما خدنا في الإنشاق المنفرد. احنا المرة فاتت خدنا ايه اللي هو رجوع الإنشاقه بالشكل ده كده، تمام؟ النهاردة ان شاء الله هنتعلم ازاي بعد ما نرجعه نسحب الإنشاقه. طبعا احنا في الجزء الاول هنخلي الإنشاقه ده كده، كنا بنعمل ازاي لما بنيجي نعمل ايدينا كده وفجأة بنسحب الإنشاقه للداخل كده، كانت دراع واحدة، الدراع دي بتبقى سايبة. المرة دي هنستخدم الدراعين مع بعض بحيث ان احنا نرجع الإنشاقه ونمسكه تحت الإبط او تحت البوت بالشكل ده كده، لان انت تاخد الإنشاقه ما بين دراعاتك بالشكل ده كده وتقفل عليه، بس ده مزدوج، تمام؟ بالشكل ده كده اللي احنا خدناه المرة اللي فاتت ان الإنشاقه بيرجع للجزئية دي كده، تمام؟ من النقطة دي بقى بنسحب بالشكل ده كده وبنقفل دراعاتنا او منطقه الابط كده بالشكل ده كده على الانشاكو. ازاي احنا طبعا اخدين الكلام ده في الانشاكو الجزء الاول، تقدر تطبقه هو على الاثنين الانشاكو في نفس الوقت. اهو بترجع ايديك بالشكل ده كده، اول ما ده بيوصل هنا اهو مجرد ما بيخبط في منطقه البط بالشكل ده كده اهو، تمام؟ ده دخل كده بتقفل عليه، تمام؟ اهو ارجع كده واقفل عليه بالشكل ده كده، ايدك تطلع، اول ما ينزل هنا ايدك بتقفل، مجرد ما المقبض ده دخل هنا كده بتقفل عليه، تمام؟ اهو بتتمرن عليه مثلا بايد واحده الاول كده، واحد اتنين واحد اتنين. طبعا في البدايه ممكن تواجه مثلا ايه انك تيجي تعمل كده تيجي تقفل عليه تلاقي مثلا ايه فلت منك او ما لحقتش، مش مشكله عادي، في البدايه انت بتتمرن، ده تمرين، ما انتش مثلا متقن المهارات دي وبتطبقها على طول، لا انت بتتمرن. يعني ممكن مثلا وانت بتعمل كده اوريك حاجه، ممكن وانت بتعمل كده تيجي تعمل كده تلاقي واحد مثلا هيفلت او ما لحقتش تجيبه في التوقيت المناسب، ده مفيش مشكله عادي، تحاول تاني اهو واحد، تمام؟ تقفل عليهم بالشكل ده كده في التوقيت، ترجع تاني تقفل عليهم بالشكل ده كده الزاويه دي اهو، واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين. طبعا وارد جدا انه ممكن واحد او واحد جه بالظبط وواحد هيفلت، عادي مفيش مشكله، حاول تتمرن تاني. التوقيت المناسب وسرعه رد الفعل ان انت تقفل على ايه على المقبض بسرعه دي بتيجي من التمرين والتكرار، يعني مفيش مشكله اهو بالشكل ده كده، تمام؟ ايدك رجعت للخلف هتعمل بالشكل ده كده اهو. طبعا الخطا التاني ان انت زي الحلقه اللي فاتت مثلا ما تتنيش كوعك كده، عشان انت كده وانت بتنزل بدل ما تاخده على البط هتقوم لو كوعك بالشكل ده كده علوي هتخبط في الكوع، هتكون مؤلمه جدا، ما تعملش الكلام ده. انت وانت هنا اهو بتلف ايدك اهو بتلف بالشكل ده كده، ولاحظ حاجه المقبض هنا، لاحظ كده الصبع الكبير كان بالشكل ده كده وهو ورا الظهر، يعني الصبع الكبير كان لورا، لما تيجي تعمل كده الصبع الكبير بقى ايه هو اللي قدام مش للخلف، يعني المقبض بقت قبضتك عموديه بالشكل ده كده، لاحظ يعني ورا الصبع دوت كان ايه القبضه افقيه بالشكل ده كده، لما هتيجي تنزل هتبقى القبضه عموديه بالشكل ده كده. تاني النقطه دي الملحوظات دي هي ممكن هي اللي توضح لك الحركه كلها، اهو بايد واحده بالشكل ده كده هنا ايه اهو القبضه كانت بالشكل ده كده والدراع دي لورا، لما هتيجي تعمل كده اهو لاحظ اتنقل لقدام وبعد كده هيلف، ولما تيجي المقبض دي هنا هتبقى القبضه افقيه بالشكل ده كده، انا بشرحها لك حته حته بقسمها لك اهي، تمام؟ يبقى لاحظ ان تغيرات القبضه دي انت ممكن مثلا تركز على حركه الدراع، ممكن تركز كده وتركز ان انت عملت كده اهو، لو ما عرفتش مكان صبعك بيبقى فين اثناء الحركه هتبقى عامل الحركه غلط. بص هتيجي معاك بص كده المسكه مش صح، المسكه بتبقى كده اهي، القبضه بتوصل هنا عموديه ورا بتبقى القبضه افقيه بالشكل ده كده اهو بالشكل ده، تمام؟ هنا وانت بتعمل ايدك بالشكل ده كده اهو ايدك بقت عموديه. طبعا ممكن انت في البدايه تلاقي نفسك ايدك جت كده مفيش مشكله عادي، بس الصح ايدك تيجي كده تبقى دي عموديه افقيه ودي عموديه. طبعا مش عايزين بقى نتكلم في الحاجات دي عشان ما نزهقش، يعني احنا اتكلمنا فيها اكتر من مره بقى، فهنبدا بقى نطبقها اهو. لاحظ ايديك الاثنين وهما ورا القبضه ايه افقيه، لما بتيجي تنزل لاحظ كده ان الدوران ده بيجي من الرزغ، يعني الرزغ كانت كده هتعمل الدوران كده اهو بالشكل ده كده اهو، يعني ننشكه كان ده كده ورا الظهر، لما هتيجي تعمل هنا كده شفت الدوران ده اهو منشكه كده ورا الظهر اهو، لاحظ اهو الرزغ عمل دوران كده اهو عمل دوران، تمام؟ يبقى دوران الرزغ ده هو اللي بيخليك تعمل الحركه صح. ننفذ بقى اهو الاثنين ورا الشكل ده كده، هتيجي تعمل اهو الدوران، تمام؟ اول ما بتيجي تتقبط الانشاكو كده وبتاخده في منطقه البط بالشكل ده كده بتبقى ايدك بالشكل ده، لان بعد كده ممكن تنفذ حركات تانية وحاجات ان شاء الله هناخدها في الحلقه الجايه. تاني من الزاويه دي بقى اهو ننشاكو مثلا، نبدا نطبق الاثنين مع بعض الاولانيه والثانيه اهو، في البدايه في اول حلقه رجعنا للخلف كده، بعد كده اهو سحبت الاثنين بالشكل ده كده، لو انت ساحبهم كده
مفيش مشكله. لو القبضه بقت افقيه بالشكل ده كده عادي، لو خليتها عموديه بالشكل ده كده برضو عادي. عموديه دي عشان تنفذ حركه تانية بعد كده اثناء ضرب الانشاك الامام، افقيه بالشكل ده كده عشان مثلا لو هتعمل حاجه فيها دوران او حاجات زي الحاجات اللي ضربت المنشار والكلام ده كله، تمام. ومثلا لو هتعمل حركه السوماني او الثمانيه اللي هي بالشكل ده كده، او المروحه الهليكوبتر او الحاجات دي، يعني في حاجات كتير ان شاء الله، تمام. اخر مره بقى بالشكل ده كده اهو، ترجع للخلف اهو، بعد كده تقبط الانشاك. لو ايدك كده مفيش مشكله، ايدك للامام شويه برده مفيش مشكله، بحيث انها هتبقى افقي كده عمودي، يا اما تبقى افقي كده، الاثنين صح، تمام، مفيش مشكله في الحاجات دي. ان شاء الله الحلقه الجايه برده ناخد حاجات تانية وحركات تانية، ويا رب تكونوا استفدتوا. بكده انتهت حلقه النهارده، ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه، فعل الجرس ولايك شير للفيديو، اشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله.